ومن القاهرة ينضم إلينا محمود الهواري، أحد علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ. ما يسمى بالقتل الرحيم والذي انتشر بالأخص في المجتمعات الأوروبية أثار جدلا عنيفا بين الأوساط الدينية والطبية والقانونية والأخلاقية أيضا. أولا نريد أن نطرح صورة عن القتل الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. بداية، ليس هناك شيء اسمه قتل ثم يقال إنه رحيم. كيف يكون قتلا ثم يكون رحيما؟ في الحقيقة الكلمتان متعارضتان جدا، لأن القتل ليس فيه رحمة، وإنما الرحمة تكون في الحياة. وقبل يعني حقيقة ينبغي أن يساق الكلام في القتل الرحيم أو في هذه المسألة في إطار عدد من المبادئ لا يمكن أن تغفل، لابد من أخذها في الاعتبار. فأولا مثلا الله عز وجل، وهذا مبدأ من المبادئ الأساسية، الله عز وجل هو صاحب الحياة، هو الذي وهب الإنسان هذه الحياة، وقرر ذلك في كتابه الكريم، فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حتى إنه قدم في السياق القرآني قال خلق الموت والحياة، يعني خلق الموت، قدم الموت على الحياة، كأنه يقال للناس إن الذي يملك الحياة والذي يملك الموت إنما هو الله. هذه أولى. الثانية أن القواعد العلمية التي تقرر أن هذا الإنسان يستحق أن يقتل قتلا رحيما هذه قواعد ظنية، فما كان بالأمس القريب قواعد مقررة وثابتة ويقينية تغير اليوم، ونحن في زمن متسارع معروف لدى الجميع أن المخترعات والاكتشافات لا أقول تتزايد عبر السنوات، إنما تتزايد عبر الساعة بل عبر الثانية واللحظة. فلماذا نستبعد أن يتم اكتشاف علاج سريع وفعال في دقائق، في لحظات، في ثواني معدودات؟ وهنا يكمن الجدل. حياة إنسان. طيب، ما هي الأسباب في نظرك رغم هذه الجدالات حول الموت الرحيم أو القتل الرحيم؟ هل التطور الاجتماعي والتفكك الأسري وارتفاع نفقات العلاج الطبي هي التي أدت بهؤلاء الأشخاص إلى اللجوء إلى هذه الخطوة؟ لا شك هناك جملة من الأسباب أيضا لابد أن تؤخذ في الاعتبار. المسألة ليست مسألة مجردة من مسبباتها، بمعنى أنه القتل الرحيم لم ينتج هكذا فكرة طائشة يعني جرت أو نبتت في أذهان البعض، إنما هي مستوحاة أو نتيجة طبيعية للعلاقات الاجتماعية المبتورة المتقطعة غير الموصولة. ولعلنا يعني نلاحظ هذا الكلام، أنه هذه المسألة، مسألة الموت الرحيم، ليست في مجتمعاتنا اللي هي ممتلئة بالعلاقات الطيبة والتي تحض الإنسان على أنه يكون واصل للرحم ويكون بر حتى بغيره من الأجانب. لذلك الإنسان قبل أن يتكلم في مسألة الموت الرحيم ينبغي أن يعي أنه هذا الذي يقرر موتا رحيما أي عقل وأي فهم وأي إدراك وأي معنى. وإذا كنت أنا قررت اليوم الموت الرحيم لهذا الإنسان صاحب مواصفات معينة، فهل معنى ذلك أنه يباح لأي إنسان أن يقرر الموت الرحيم لغيره؟ هنا لدي سؤال آخر فضيلة الشيخ. أنا المسؤول عن اتخاذ هذا القرار، من هو الشخص الذي يستطيع أخذ قرار مثل هذه القرارات المصيرية؟ أهو المريض الذي يعاني من المرض الخطير، أم الطبيب بما أوتي من معرفة طبية واسعة ونال ثقة المريض، أم الأقارب الذين ذاقوا ذرعا من حالة مريضهم وما يعانيه؟ لا هذا ولا ذلك ولا ذلك، لا أبدا، ليس أي واحد منهم، لا هو الطبيب المؤتمن والأمين والفاهم في تخصصه، ولا هو المريض الذي ضاق ذرعا بحياته، ولا هم الأهل الذين تحملوا وتكبدوا النفقة والمشقة والتعب. ليس واحدا من هؤلاء صاحب قرار في مسألة إنهاء حياة إنسان. الذي يهب الحياة هو الله، والذي خلق الموت هو الله، والله عز وجل قد قال لنا في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان الله عز وجل نهى الإنسان عن أن يقتل نفسه وهي التي له ولاية عليها، فمن باب أولى كيف يبيح لغيره أن يقتل غيره؟ لا يباح للإنسان أبدا أن يقتل أو أن يقرر إنهاء حياة إنسان لسبب من الأسباب، كارتفاع التكلفة أو كأنه طال عمره في الحياة أو غير ذلك. فالله عز وجل هو صاحب القرار الوحيد في مسألة إنهاء حياة الإنسان، وليس واحدا من البشر. أما القواعد العلمية فتبقى ظنية، وما كان باليوم بالأمس يقينا صار اليوم ظنيا بسبب المكتشفات والاختراعات والتكنولوجيا المتطورة.
متطوره. فليس الواحد من هؤلاء ابدا ان يقرر. لعل يعني سمعنا في تقرير حضراتكم الكلام الذي ساقه هذا الرجل العالم انه انهى حياته بعبارات مفعمه بالحزن. يعني اذا هو كان حزينا، كان ينقص علاقه اجتماعيه تحترمه وتحترم سنه وتقدم له هذه السعاده التي استطاع ان يختصرها في سيمفونيه قدمها في اخر حياته يستمع اليها. مثل هذه القرارات المصيريه، ما نظره المجتمع لها، سواء المجتمع الاسلامي او المجتمعات الاخرى، وانعكاسها عليه؟ لابد من نظرة أعمق لمسألة القتل الرحيم. ولذلك المجتمع، حين نقول أن المجتمعات الإسلامية ترفض هذا السلوك جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، لأن المجتمع يعيش على عقيدة أن الله عز وجل واهب الحياة، والله عز وجل هو الذي يقرر الوفاة، فالمجتمع يرفض هذه المسألة لهذا السبب. الثانية أن المجتمع عنده من البدائل ما يمكن أن يدخل به السرور على كبار السن وعلى أصحاب الأمراض. والأمر الثالث أننا لو تركنا المسألة لكل إنسان تألم فأنهينا حياته، إذن كان عندنا جملة كبيرة جدا من البشر أنهينا حياتها بصورة بائسة، وهذا ليس مقبولا أبدا. فأصحاب الأعذار وأصحاب الآلام وأصحاب الأمراض وأصحاب العاهات وكثيرا من أصحاب الحالات الخاصة، هؤلاء كثير منهم يتفوهون حتى بكلمة الموت وهم في الحياة. فهل يباح لنا إذا تألم إنسان أو بلغ به الألم مبلغا أن ننهي حياته هكذا بكل بساطة لمجرد وجود ألم؟ هذا يتنافى جدا مع روح الأمل وروح التفاؤل وروح الحياة، لأننا حتى أحيانا نفهم فهما مغلوطا معنى الحياة. نظن أن الحياة مثلا هي التجارة والزواج والحركة والغدو والرواح والسفر، ولكن هذه مظاهر تبقى مظاهر فقط من مظاهر الحياة، أما الحياة فأعمق من ذلك. فالإحساس نفسه، الإحساس فقط حياة، وإلا ما كان الله عز وجل وصف الموجودات والكائنات والجمادات حتى أحيانا وصفها بأن فيها حياة، وصف الأرض بأنها حية ووصف الكائنات بأنها حية. إذن ففهم المسلمين وفهم الدول الإسلامية لمعنى الحياة أعمق من مجرد الحركة. يكون الإنسان قد يكون صاحب عطاء وهو ممنوع من الحركة، أو هو مقيد بالمرض أو مقيد بالبلاء. فالمجتمعات الإسلامية ترفض هذا الإجراء الذي يسمى القتل الرحيم، وهذا ليس قتلا رحيما بالمرة، بل هو قتل للرحمة وليس قتلا رحيما، هو قتل للرحمة حتى نصحح هذا المفهوم، قتل للرحمة وليس قتلا رحيما. فالمجتمعات الإسلامية ترفضه لأن الله عز وجل هو الذي يهب الحياة وهو الذي يملك قرار الوفاة، ولأن المجتمعات الإسلامية عندها من العلاقات وعندها من التواصل والبر ما يمكن أن يقدم لأصحاب الألم وأصحاب الأعذار ما يقيم بهم حياتهم وما يدخل عليهم السعادة إذا يعني صاحبهم آلام من مرض ما. العالم محمود الهواري، أحد علماء الأزهر الشريف، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.